بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف التاسع، أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدارس توليب والياسمين الليبية نبدأ درس من دروس التربية الإسلامية، هو درس بعنوان الإسلام دين الحرية، ولصف تاسع. أولا نتكلم عن ما معنى الحرية، وبعد ذلك نتكلم مجالات الحرية، وتتكون في 5 مجال مجالات: حرية العقيدة، وحرية التفكير، وحرية التعبير، وحرية التصرف، وحرية الوطن والمواطن. ثم نتكلم إلى ما ترشد إلى الدرس أو ملخص الدرس. ثم بعد ذلك نتكلم عن أسئلة تقويمية أترك منها ما لم يجاب عليه، وأجاوب على البعض، حتى نصل إلى عملية التواصل بيننا وبين الطلاب. ومن لم يعرف شيء يتواصل معي عن طريق الجروب. يعني نبدأ درس اليوم. أولا، معنى كلمة الحرية. الله عز وجل خلق الإنسان فسواه فعدله، يعني جعله مميز عن باقي المخلوقات، وجعله في أحسن تقويم، في أحسن صورة وأبهى منظر في يريده الإنسان، وكرمه وأبلغ تكريمه ومنحه بنعمة وهي العقل والتميز ليفرق بين الحق والباطل. هذه نعمة عظيمة لدى كل إنسان، ولابد أن كل إنسان يتميز بها، أن يستغل هذا العقل في الخير، يستغل هذا العقل في وخير هذه الأعمال، أن يميز بين الحق والباطل، أن يميز بين الحق والباطل، وبين النافع والضار، وبين النافع والضار. وتلك هي الحرية في أسمى معانيها، نعمة العقل، أن تميز بين أهم شيء هو دينك، تميز فيه بين الحق وبين الباطل، تمام، وبين النافع والضار. وأنا جانب ذلك علمنا الإسلام كيف نصل بحريتنا إلى أقصى درجات الكمال، بحيث لا نضر الآخرين، لا نضر الآخرين، ولا الإنسان يضر نفسه، يبدأ بنفسه ثم الآخر، لا يضر نفسه ثم لا يضر الآخرين، باستخدام العقل، ولا يضر غيره كذلك أيضا. وللحرية مجالات متعددة، منها 5 أنواع أو 5 مجالات من مجالات الحرية. أول حرية عندنا اللي بنتكلم عنها حرية العقيدة، حرية العقيدة. والعقيدة هي العقيدة، والعقيدة السليمة هي دين الإسلام. الإسلام دين الفطرة، ودين الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها. فهو يكره الاستبداد. الإسلام يكره الاستبداد والتعصب والتسلط. لماذا يا جماعة؟ لأنه في الإسلام تدخل الإنسان يدخل الإسلام طوعا وليس كرها، يدخل الإسلام طوعا وليس كرها، ويترك لغير المسلم الاختيار حتى في مجال العقيدة، حتى في مجال، نعم، حتى في مجال العقيدة. بعد أن وضحت الطرق الهدايا له، أنت ما عليك لست عليهم بمسيطر. يعني الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر. طيب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يشاء، خطوط عريضة تحت كلمة من يشاء. ولكن لو عليك أنت، الواجب عليك أن توضح الطريق الصحيح، الطريق الصحيح من الطريق الفساد. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. طبعا الرشد هو الطريق الصحيح، والغي هو الطريق الضلال. الرشد هو الطريق المستقيم، والغي هو طريق الفساد. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث بالإسلام، أمره ربه أن يبين للناس طرق الخير، وأن يسلك في سبيل دعوته سبل الإقناع. إيه سبل الإقناع؟ هي طريقة واحدة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كن حكيما في دعوتك. موعظة، تخول الناس بالموعظة، بالهدوء، وليس متعصبا، وليس متعصبا. وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال له آداب وله معايير، وليس
بالتعصب. جدال يعني في أخذ ورأي حتى نصل إلى الاقتناع، حتى نصل إلى الاقتناع والطريق الصحيح في المناقشة. والإسلام أيضا إنما انتشر في ربوع الأرض لأنه دين الفطرة الإنسانية التي تراعي جميع الحريات. الإسلام هو خاتم الأنبياء، خاتم الأديان، والإسلام يعني جمع كل ما في الأديان كلها. لذلك الله عز وجل اختار له دينا، اختار له إن الدين عند الله الإسلام، وترغم ولا ترغم أحدا على سلوك طريق معين، لا ترغم أحد على طريق معين. وما زال العالم يشهد حرية الاعتقاد في الإسلام بشروط معلومة، حيث يجتمع أصحاب الديانات في مكان واحد. نعم، أنت تلاقي بجوارك النصراني وتعامله معاملة حسنة، هو يعيش معك يتعايش معك، ولكن أنت لست مرغمه على الإسلام عشان أنت مسلم، ولكن أنت تمثل إسلامك في دعوتك، في سمتك، في معاملتك. أيضا نماذج البناية، المسجد بجوار الكنيسة. والحقيقة أن الإسلام ناسخ لكل الأديان، طبعا الإسلام ناسخ، ولكن في تعايش، ولكن في إيه تعايش. ولكن يجب أن نفهم أن هذه الحرية لمن لم يدخل الإسلام، حرية لمن لم يدخل الإسلام اللي غير مسلم، تمام يا جماعة. لكن في نقطة مهمة جدا، من كان مسلما فليس له حرية أن يخرج من الدين، لأنها يعتبر ذلك إيه ارتدادا، وهذا في حكم العقيدة كفر وله توابعه في الأحكام. يبقى المسلم ليس حرا أن يخرج من دينه، ليس حرا أن يخرج من دينه. إذا خرج من دينه فهو مرتد، والمرتد له حكمه في العقيدة، له توابعه. طيب البند الثاني أو العنصر الثاني، حرية التفكير. الإسلام ميزنا بالعقل، ميزنا بالعقل. وجه الإسلام أنظار الناس إلى التأمل في الكون، لأن في الكون تتعرف على ربك، تتعرف على قدرة الله عز وجل، تتعرف على آياته، تتعرف على علاماته، تتعرف على مدى أنك عبد ومدى الله عز وجل أنه رب. وارسم لهم الحدود، وإلا فيما يتعلق بالغيبيات فنحن نقف عندها. الغيبيات لنا حدود عندها، نقف عندها، لأنها لا يدركها العقل، لا يدركها العقل، مما يؤكد حرية التفكير في الإسلام، ومن ثم حرية الإبداع. العقل أنت مبدع، الإسلام المسلم كالغيث، أينما وقع نفع، ينفع الآخرين ويعود على البشرية أيضا. رقم ثالث، العنصر الثالث، وهو حرية التعبير. الإنسان لم يصادر الآراء، لم يصادر الآراء، يدع الفرصة للآخرين أن يتكلموا ويتحدثوا ويتحاوروا. انطلاقا من حرية التفكير، كفل الإسلام للناس حرية التعبير الموجه إلى الخير وليس إلى الفساد. يبقى في نقطة مهم، حرية التعبير، أن تعبر فيما يصلح الآخرين وليس ما يفسدهم، والإصلاح مع التزام طريق الإقناع والقول الحسن، القول الجميل. الله عز وجل يقول في كتابه، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وليس الذي أفسد، وليس الذي أشر، وليس الذي تضر، هي الأحسن. وقال تعالى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. استرشاد من الآيات. الذي بماذا تعبر؟ الله أعطاك حرية التعبير، بماذا تعبر؟ نعم، حرية التعبير تأتي أولا عن طريق اللسان، عن طريق اللسان، وهو أحد وسائل التعبير، عضو من أعضاء التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. فإن سخره فيما ينفع، نعم، كان له أجره، وإن سخره فيما جرى الضرر كان عليه وزر وعقابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني اللي هيخلي الناس تتكب على وجوههم يوم القيامة إلا من اللسان، إلا من اللسان. لذلك يا أحبابي أبنائي، اللسان جريحة عظيمة جدا وخطيرة جدا، إما أن تصلك إلى النار وإما أن تصلك إلى الجنة. فاختر لنفسك الطريق الصحيح، فاللسان وسيلة التعبير المميزة. خلي لسانك إيه
يعني رطب ذكر الله واستغفر حتى يتعود على القول الخير. حرية التصرف أربعة. نعم، حرية التصرف، الإنسان كفل أيضا لك حرية التصرف من طبع الإنسان وخصائصه التي ميز الله تعالى بها، وموقف الإسلام من تلك الحرية موجه. يعني موجه يعني له توجيه خاص، وهو الخير والصلاح، بحيث يحقق الإنسان منافعه دون أن يلحق الضرر بغيره. أين تتصرف؟ أنت حر ما لم تضر، قاعدة كل يعرفها، أنت حر ما لم تضر، ما لم تضر الآخرين ولا تضر بنفسك. فليس من الحرية أن تعتدي على الإنسان، أن تعتدي على غيرك بالقول أو بالفعل، وليس من الحرية أيضا أن تنتهك لغيرك حرماته وتأخذ ما ليس لك به حق، وتأخذ ما ليس لك به حق. وليس من الحرية أيضا أن تتمرد على القيم والأخلاق وتدعي أن الإسلام تشدد، هذا قول باطل. الإسلام دين يسر وسماحة، وليست الحرية أن تعرف بأنك إيه تخرج الناس من قيمهم وأخلاقهم. والحرية أيضا أن تحترم الآخرين في أماكنهم العامة والخاصة. هذا المكان العام جعل لك ولغيرك، جعل لك ولغيرك، فلا تضر الآخرين عندما تكون متواجد فيه، فلا تضر الآخرين عندما تكون متواجد فيه. تمام. إنما الحرية التصرف المعقول فيه فيما فيه مصلحة خاصة وعام، وعدم الإلحاق الأذى بالآخرين. ده ملخص القول. رقم خمسة، حرية الوطن والمواطن. حرية الوطن والمواطن. تمام. طيب، يحث الإسلام أتباعه على أن يعيشوا في أوطانهم أحرارا. يبقى أول شيء أن تعيش في الوطن حر، تعيش في الوطن إيه يا جماعة؟ حر. يمتلكون مقدراتها وينعمون بخيراتها. مقدر الوطن لك أنت تتنعم به وغيرك وكل جميع من يعيشون حولك بخيراته، في ظل عدالة اجتماعية، في ظل عدالة اجتماعية موزعة بين كل أفراد الوطن، كل أفراد الوطن. وقبل وتضمن لكل فرد حقه في الحياة الحرة الكريمة، لا أحد يضغو على أحد ويأخذ حقه من وطنه. كل الناس سواسية في الوطن، كل الناس سواسية فين؟ في الوطن، حتى لا يكون عبد المستغلين اللي هم أصحاب النفوذ الذين يطغون على وطنهم ويأخذون حق الآخرين. تمام. وقبل هذا وذلك لابد أن يمتلك أرضه وبحاره وسمائه، تنعم بوطنك بما فيه من إيه؟ من كل شيء ينفعك وكل شيء مسخر لك، سواء سماءك، بحرك، جوك، أرضك، كل ما في وطنك تتمتع به أنت وغيرك، وليس حكرا لأحد. وتخلص من ذلك الاستعمار وقيوده الداخلي، الذين يستغلون الناس يعتبر أنهم مستعمرون، ويستميت في الدفاع عن حريته، لأن الحرية مشروعة لكل الناس، وحرية وطني لينال إحدى الحسنين، إما النصرة وإما الشهادة. هذا مذهب ديننا، وحرية الوطن وحرية المواطن الاثنين سواء. نتكلم في ملخص الدرس. الإسلام دين الحرية طبعا، يكفل الإسلام للفرد حرية التفكير، يكفل الإسلام حرية التعبير، يكفل الإسلام حرية السلوك والتصرف. يحث الإسلام أتباعه على أن يعيشوا أحرارا في أوطانهم ولا يعيشوا عبادا لأحد. متى إيه القول العظيم؟ ماذا استعبدتم؟ قول سيدنا عمر، ماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم الله وأمهاتهم أحرارا. أمهاتنا ولدتنا أحرارا، لما نستعبد؟ بهذا يا أحبابنا هنا قد انتهينا من الدرس. أبدأ الآن من الأسئلة. السؤال الأول يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.
الرشد والغي. ما معنى الرشد ومعنى الغي؟ فكر. تمام ماشي، فكر، انتظرك حتى تفكر. احسنت. نعم، تحدثنا فيها في ايه في البدايه. الرشد وهو الطريق الصلاح والطريق المستقيم، والغي هو الفساد والطريق الضلال. تمام. طيب ننتقل للسؤال الثاني. انواع الحريه التي كفلها الاسلام، اي انواع في هذه الايه؟ ايه النوع؟ نعم، الحريه التي كفلها هذه هي حريه العقيده، هي حريه العقيده، لا اكراه في الدين، لا تكره احد على ان يخرج يدخل دينك، ولكن الاسلام دين لطيف، دين جميل. الحريه التي كفلها في هذه الايه حريه العقيده. تمام. السؤال الثالث، ما المراد بحريه التفكير التي ضمنها الاسلام؟ ما المراد بحريه التفكير التي ضمنها الاسلام؟ السؤال هذا واجب لك. السؤال هذا رقم اثنين، ثلاثة واثنين واجب ايضا، يبقى اثنين وثلاثة واجب معايا يا حبيبي. طيب السؤال الاول، صح وخطأ. يقول شخص يتلفظ بألفاظ قبيحة في الطريق ويقول أنا حر، ما رأيك؟ رد عليه، ماذا تقول له؟ أحسنت، هو ليس بحر، خطأ طبعا. طيب ب، تلميذ يعبث بأثاث المدرسة ويقول أنا حر، وهذه ظاهرة سيئة نجدها في بعض المدارس وليست من كل الطلاب ولكن بعض الطلاب، ونأمل منهم أن يحافظوا على ممتلكات مدرستهم، لأن مدرستك هي بيتك الثاني. طبعا الإجابة خطأ. طيب نصراني يقول أنا حر وأريد أن أبقى على ديني، ما رأيك؟ ماذا تقول له؟ أحسنت، نعم صح إجابة، ولكن بشرط أن توضح له الدين الإسلامي، ربما يأخذ فكرة سيئة عن الإسلام، لذلك لا يدخل الإسلام، ولكن هو حر في معتقده، ولكن أنت تعرض عليه أو بطريقة بسيطة تعرفه ما هو الإسلام. يعني شخص ينشر بين الناس الإشاعات المغرضة ويقول أنا حر، ما رأيك في هذا الشاب أو هذا الرجل أو هذه المرأة أو هذه الفتاة، ما رأيك؟ أحسنت، نعم ليس بحر، ليس بحر، خطأ، إجابة خاطئة. شخص يملك مالا كثيرا ويؤدي واجبه ويقول أنا حر، نعم أعطى حقوقه، أعطى حقوقه ما عليه. الإسلام يطلب من أبنائه أن يعيشوا أحرارا في أوطانهم وأن يدافعوا عن ذلك دفاعا مستميتا. اختر من العبارة السابقة عنوانا لموضوع تكتبه لصحيفة فصلك، هذا واجب لك، وتعرض علي واجباتك عن طريق الجروب. أتمنى لكم درسا موفقا، على أن نلتقي في درس آخر، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.